السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من مراكش إلى إقليم بيسور مع أخينا عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا سيدي عبد الكريم. كواستي الحاج. الله يطول عمرك مولاي. أنت كاين حاجة راك تفوج علينا. أكرمك الله خويا. الله يرحمك الوالدين. يا ربي يا كريم خويا. يجيك بخير. وراني واحد المرضى ودي أسير الحاج راني ضايق به، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. يا جريت حتى أختي توال ومرة مرة صافي كنولي للبلاص. لا إله إلا الله خويا. لا لا لا. لا إله إلا الله. تقريبا كنت عجري وقطف شي عامين وانا كنجري والو، والمهم جاب الله عاوتاني مشيت للطبيب، طلعت المكناس مشيت للطبيب تما قال لك اودي عليك انت بالفقهاء، وبديت كنجري جاب الله جاب الله الشفاء وجواش وولدت الوليدات وعاود رجع لي داك الشيء. لا اله الا الله خويا. راني كنجري وربي كبير، اللهم لك الحمد. لا إله إلا الله. الله يشافيك يا رب. عايز لك وقلت نشوفك على الله يا ربي يا خويا. ماشي باب مناش ندوز عليك يا مولانا. يا رحمن يا رحيم أخويا، يا رحمن يا رحيم أخويا، الله يشافيك ويعافيك. لا إله إلا الله. الله يشافيك سيدي حكيم، الله يشافيك أخويا. وجوابا أخويا سيدي حكيم، هذه الحالة كتوقع لبعض الرجال وبعض الشباب ولها أسباب متعددة، قد تكون ابتلاء من عند الرحمن، يعني ما كاين حتى شي سبب. ربنا عز وجل يبتلي الانسان بالعطاء والمنع، الله تعالى يبتلي بالعطاء والمنع. قد يبتليك بالعطاء لينظر كيف تصنع، وقد يبتليك بالمنع لكي يرى ما تصنع. قد يكون ابتلاء من عند الله، وقد يكون بفعل فاعل. غالبا هذه الاعمال كيقوم بها النساء، ربما عندهم حسابات، عندهم روح انتقام، وكيدخلوا الى عالم الشعوذة. وعالم الشعوذة للاسف سوق رائجة بين ناس ضعاف الايمان. هناك ناس ضعاف الايمان لا يعرفون الله تعالى، وايمانهم بالله تعالى ضعيف، وايمانهم بالشعوذة كبير، عندهم يقين في المشعوذين والمشعوذات، ويلجؤون الى اعمال شيطانية كبيرة لكي يؤذوا الاخرين. هناك من يصنعون له ثقاف، وهذا علوم، صارت علوم الآن للأسف عبر الانترنت. هناك مواقع مختصة تعلم كيف تحصل على هذه العلوم، كيف تجعل الإنسان عنده ثقاف، أو تقل الإنسان عنده ميولات جنسية غريبة عن طريق التلبس بأرواح خبيثة. هناك عوالم غريبة جدا، ووسائل التواصل الاجتماعي اللي وضعوها اول مره كانت غايتهم انهم يديروا بها واحد التواصل بين الناس. حتى اللي اخترعها اول نهار اخترعها كان عنده غير عيد الميلاد وبغى يبارطاجي الفرحه بينه وبين احبابه، ولم يكن يتوقع بان هذا المنتوج اللي صنعوا سيتحول الى مواقع تواصل اجتماعي تغزو العالم. لم يكن يتوقع هذا الامر، فالناس استغلوها مناهج شتى. كاين اللي خاضها في الخير، كاين اللي خاضها في الكسب المال، كاين اللي في الترفيه، كاين اللي خاضها في الاضرار بالاخرين. على كل حال لا اريد ان افصل في هذا الموضوع، لكن اريد ان اضع الاصبع عن اسباب العلاج. اسباب العلاج اخي عبد الحكيم هي كتكمن دوما في ان الانسان يعيد تقويه علاقته بخالقه. الله سبحانه وتعالى هو الدفع من عنده والضر من عنده، هو يسمى الدافع الضار، وهو على كل شيء قدير. فيكفي
من الامور ديال العلاج في هذا المجال، وحنا غنتكلموا ان شاء الله قريبا على اسماء الله الحسنى وكل اسم وقوته في فعل البشر، الضار النافع ذو الجلال والاكرام، الباسط الواسع، كل حاجه عندها تاثير عظيم. لكن في هذا المقام والوقت قد ضاق بنا، انصحك بان تقرا سورتين وتواظب عليهم. الاولى سوره قاف، كتحيد الثقاف، قاف والقران المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. سوره قاف اقراها، انها كتكون بحال واحد القفل عند الانسان، صار مغلقا مقفولا، اما عنده ثقاف، اما يديه ورجليه تحبسوا، اما رزقه تحبس. كنقراو سوره قاف كيتحل داك القفل، وكنقراو بعدها سوره الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا، انا فتحنا، كنقراها باليقين، كنقراها بالاخلاص، وربنا يفتح الابواب المغلقه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول سوره الفتح كانت مكه المكرمه مغلقه بالنسبه اليه، طرد منها واراد ان يعود اليها فمنع 10 سنين وهو ممنوع. ولما نزلت سوره الفتح فتحت بابوابها كلها، انا فتحنا لك فتحا مبينا. سوره الفتح كتفتح الابواب المغلقه، اقرا قاف والفتح، وجميل ان تقراها في اناء من الماء وتشرب ذلك الماء يسري في جسدك، وربنا هو الشافي والعافي، وتدعو الله تعالى بعدها بان يفك عنك هذه الشدائد وهذه الكروب، وسوف ترى عجبا. اسال الله ان يحفظك ويرعاك ويشافيك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم، نسالك في هذا الوقت المتاخر من الليل يا رب، تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا تلاوتنا للقران العظيم، وتقبل منا صدقاتنا. اللهم يا ربي ووفقنا للمزيد من الخيرات، وفقنا للمزيد من البركات، اللهم وزدنا من الخير ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم افتح لنا ابواب التيسير وابواب الفرج. يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفينا شرهم. اللهم عجل لنا بالفرج، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. قولوا معنا جميعا آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.